إذا اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجندرية في العاصمة الرياض في تاسع أشواط هذه الأمسية. الخيل الجزيرية المبتدئة عمر الأربع سنوات والتي تتنافس على مسافة 1800 متر مسافة 9 فورلونج. دفاع موفقة لجميع الجهات عدا الرمسية عوام التي بدأت متأخرة هنا إلى الصدارة في المرتبة الأولى. غارة الحرة بن الطائي الخالدية مع كامل أسبينة بينما المطاردة قادمة من كريم برو مع يوسف الحصين من المسار الخارجي وكذلك من المسار الداخلي. هنا يظهر شروق قالت شفيران وكذلك كريم برو وفي المرتبة الثالثة هنا يتمركز شبل نمر وكذلك سمارة العودة. الاندفاع الجماعية انقطعت نصف المسافة في هذا الشوط. هنا بدأت الأمتار المهمة يتقدمهم شبل نمر مع تركي العوفي في المرتبة الأولى. فيما المطاردة قادمة هنا من شبلة بارح من المسار الخارجي وكذلك نتجاعة مع أصيل السرحاني وكساب الدهم من بينهم. هنا يظهر من المرتبة من المسار الداخلي في المرتبة الأولى شبل نمر في أولى المراتب. فيما المطاردة قادمة هنا في ثاني المراتب من شبلة بارح ابن إف بارح الكفوف ومن المسار الخارجي هنالك نتجاعة مع أصيل السرحاني قبيل المنعطف الأخير. هنا بدأت الإشارات المهمة والبحث عن الانتصار الأول لهذه الخيل العربية المبتدئة الخيل الجزيرية المولدة هنا في الجزيرة العربية وتنحدر كل دمائها من هذه الجزيرة. المنعطف الأخير التوفورينج الفاصلة وصراع البحث عن الانتصار تتقدمهم نتجاعة في المشاركة الخامسة لها مع أصيل السرحاني وكذلك من المسار الخارجي كساب الدهم قادم ابن شبل الخالدية ومن المسار الداخلي هنالك شبل نمر وكذلك الظهور هنا أيضا من زيد كيو زلزال مع محمد النفسي. كساب الدهم يحافظ بفارق طولين عن أقرب منافسي يستحث أكثر فأكثر عبد العزيز الموسى وسع الفارق إلى هذا الانتصار بالمشاركة الخامسة بشعار السيد فهد العريني والتحضيرات المميزة من قبل المدرب عبد الله الفراج والقيادة الأكثر من رائعة من قبل الخيال عبد العزيز الموسى وأيضا يصادق على ترشيحات الزملاء في الاستوديو التحليلي. كساب الدهم بالفعل كسب هذا الشوط وخطف البطاقة السابعة بزمن يقدر دقيقتين وثمان ثواني.